الشيطان ما أسهل إنه يقدم للإنسان مشغوليات عديدة لا تحصى لكي ينشغل بأمور عديدة وينسى أبديته. ممكن إن الشيطان يجيب مشاكل للإنسان الروحي عشان ينشغل بالمشاكل وينسى العمل مع الله، ينسى إنه يلهج في ناموسه النهار والليل، يشغله بالسلبيات لكي ينسى الإيجابيات. ممكن إن الإنسان ينسى كل شيء وما يفتكرش غير ربنا. ده الشخص اللي بيهتم بأبديته، والشخص اللي بيذكر تعليم الكنيسة اللي بتقوله وراء كل قراءة من الكاثوليكون: العالم يبيد وشهوة معه، العالم يبيد وشهوة معه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. الإنسان الروحي اللي بيفكر في أبديته ما يهموش مشاكل العالم. وأيضا الشيطان ما أسهل إنه يقدم للإنسان مشغوليات عديدة لا تحصى لكي ينشغل بأمور عديدة وينسى أبديته. داود ما كانش بالشكل ده، ما هو كان عنده مشغوليات كتير، عنده مملكة واسعة وعنده جيش وعنده أسرة كبيرة وعنده أعداء، لكن كان مشغول بأبديته. يقول له: محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. طول النهار تلاوتك ازاي؟ طب والمشاكل المحيطة بيك والمشغوليات المحيطة بيك؟ قل: لا، ده كلمة ربنا هي اللي هتحلل الأمور كلها. ازاي؟ يقول له: لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. هو مشغول بربنا، هو فعلا السيد المسيح كويس انه قال لمرسى: انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره والحاجه الى واحد. اللي بيفكر في ابديته ما يهتمش بالمشغوليات الكثيره. في ناس ينشغلون بالماده وبمركزهم المادي، ويمكن هذا الامر يدخل في عمق تفكيرهم، والماده دي مش هتوصله لابديته. ما هو سليمان الحكيم اهتم بالماده وقال: بنيت لنفسي فراديس وعملت لنفسي جنات واقتنيت جواري والنساء والى اخره، ومهما اشتهته عيناي لم امنحه عنهما. سليمان هنا انشغل باللذه وانشغل بالماده، وبعدين نسي ابديته، عشان كده لم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. وربنا كشف له خطاياه في سفر الملوك ملوك الأولى إصحاح 11، وكانت النتيجة إنه كان هيضيع، والنساء الغريبات خلوا قلبه يميل إلى عبادة هذه الأصنام بتاعتهم.